الباري عز وجل يقول، ولعلي ذكرت هذه الآية بمناسبة مرت، يقول ألم يقول والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والأرض بعد ذلك دحاها. تعالوا نرجع إلى القاموس، إلى اللغة العربية، ماذا تعني كلمة دحاها؟ قال علماء اللغة تأتي كلمة دحا بمعنى بسط ووسع، طيب، وتأتي أيضا بمعنى كور، كلاهما معنيان ثابتان في اللغة العربية. البيان الإلهي جاء بهذه الكلمة والأرض بعد ذلك دحاها. طيب الرجل البدوي الصحابي في عصرهم قرأ والأرض بعد ذلك دحاها، صحيح، لكن ما الفهم الذي فهموه؟ بسطها ووسعها، والأرض مبسطة فعلا، مبسطة لا تعني النقيض المكورة، هي مبسطة في الوقت الذي هي فيه مكورة أيضا كما سنقول الآن. قال والله كلام سليم. جاء العلماء الذين اهتموا بعلوم الكونية، علم الفلك ونحو ذلك، وتعمقوا في هذا، طيب قرأوا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، طيب بمقتضى فهمهم أدركوا المعنى الأول الذي فهمه أصحاب رسول الله وأهل البادية، صحيح والله الأرض وسعها الله عز وجل وبسطها تحت أقدامنا، لكن فهم الفهم الثاني طبقا لمعلوماته وهو فهم موجود في اللغة العربية، لأن كلمة دحا تأتي بمعنى كورة. قال الله